مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى الاوريو، كتير سهلة وسريعة. عنا 100 جرام شوكولا، نص كوب حليب فاتير، 500 ميلي كريمة سائلة، وعلبتين بسكويت الاوريو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدي ذوب الشوكولا. بس ذوبت الشوكولا بهذا الشكل بدي احط فوقهم ملعقة صغيرة زبدة. بحركهم مع بعض. بعد ما حركتهم وصاروا بهيدا الشكل هلا بنحطهم على جنب. عنا صينية بحط بقلبها بسكويت. حط عليهم الحليب. كمان بحطهم على جنب. هلا البسكوت بيتشرب الحليب. بدنا نخفق الكريمة مع بعض. بسم الله. نخفقها مع بعض. بسم الله. هلا بنحط الشوكولا فوقهم. رح احط نص الكمية تقريبا. بقي عندي هيدولي، هولي بدي زيد عليهم حليب وزين فيهم. نرجع منكفي الخفق. صارت الكريمة بهيدا القوام، منوقف الخفق. بنحط فوق الكريمة بسكوت مكسر بهيدا الشكل. بهيدا الحجم. حطيت علبة اوريو. هلا بحركن منيح. شفتوا كيف تشرب البسكوت الحليب؟ بنحط الكريمة والبسكوت. مدوا نفس المستوى.
راح احط في اهول الشوكولا حوالي ملعتين طعام حليب وارجع اسخنهم بالميكروويف. هول الشوكولا بعد ما سخنتهم صاروا بهيدا الشكل. هلا بخلطهم منيح. تزيين كيف منزين؟ عندي ورق الزبدة، حط شوكولا بهذا الشكل. ورقة الزبدة بعملها بهذه الطريقة، بلفها. شفتوا كيف؟ وبزين. هايدي الحلو اللي عملتها انا وياكم. هلا بحطها بالبراد اقل شي ساعة. هيدي حلا الاوريو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد، لنشوف كيف طلعت مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. بهيدا الشكل شفتوا شكلها كتير كريمي ورائع. هيدي حلا الأوريو اللي عملتها أنا وياكم بأقل من 10 دقايق. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.